ورابع مطلب يا طلاب، لا للطبابية، سمارات خلقتوها، يا أميرة والله يا حامل والدة، كما كتشوفوا معنا الشمع. حنايا كطلبة كليات الطب بالمغرب من مختلف ربوع المملكة باش نجيو لهنايا الأمام قبة البرلمان باش ندافعوا على الحقوق ديالنا ونصلوا الصوت ديالنا، خصوصا بعد مرور 10 أشهر من التهميش، 10 أشهر اللي من النضال اللي لحد الآن لم تأتي بأي نتيجة، بالعكس. وبعيدا عن كوني طالب وإنما كمواطن، كيضرني بزاف خاطري ملي كنشوف حالات المظاهر، ملي كتشوف خيرة شباب المغرب كيتعاملوا كيتم التعامل ديالهم بهذه الطريقه، وهما الهدف من هذا الشيء، من الخرجات ديالهم هذا النضال ديالهم ماشي مصالح شخصيه، وانما هما باغيين يخدموا البلاد ديالهم، هي الخروج ديالهم كان السبب ديالهم هو الغيره ديالهم على هذا الوطن اللي كيبغيوه واللي باغيين يخدموه. المطالب ديالنا ما عمرها كانت مطالب زعما اللي فيها مصلحه ديالنا شخصيه، ولا حتى باغيين اننا نحققوا مصالح ديالنا، وانما بغينا جوده التكوين. ما بغي رفضنا انه الا كان غيكون شي اصلاح للنظام ديال التكوين الصحي، تكوين الاطباء يكون على حقه وطريقه وما يجيش متسرع كما شفنا الاصلاح. حنايا الدفعات الخمسه اللي ديجا بدينا القرايه ديالنا بواحد النظام، كانوا عندنا بزاف ديال التساؤلات، كانوا عندنا بزاف ديال المخاوف، للاسف هذه المخاوف ديالنا تم التجاهل ديالها. الاجوبه اللي تعطاتنا كانت اجوبه غير كافيه، كانت اجوبه اللي ديما كان كيتم التهميش ديالنا، ديما كانوا كيهضروا معنا بواحد اللغه ديال الاستعلاء، ثم طلبه نتوما ما كتعرفوش هذا الشيء قرارات ديالنا، في حين اننا حنا هما اللي كنمشيو، حنا هما اللي حنا اللي كاينين في لو تيغان، حنا اللي كنشوفوا التكوين ديالنا كيفاش داير، حنا كنشوفوا التكوين ديالنا شنو خاصو، كنشوفوا ان فقدان سنه من التكوين ديالنا بدون تعويض غيكون كارثه على التكوين ديالنا، غيكون كارثه على النظام الصحي في المغرب، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. حنا عندنا عائلات، عندنا اخوه، عندنا اصدقاء اللي ما بغيو اللي بغيو انهم يستافدوا من افضل رعايه صحيه ممكنه. وداكشي علاش حنا هنا وغنبقاو هنا الى تحقيق المطالب ان شاء الله. وشنو بغينا؟ وشكون حنا؟ وشكون حنا؟ المهم حنا من بعد 10 شهور ديال الاضراب المفتوح في كاع صفوف طلبه في كليات الطب والصيدله في المغرب، جينا عاوتاني نوقفوا قدام البرلمان على امل انه تلقى حل لهذه الازمه اللي طالت اكثر من اللي خاصها تكون. ديجا خاص يعرفوا المغاربه وكاع الشعب المغربي كو لا نوفيل ريفورم اللي هو سيستم جديد ديال الدراسه اللي يلاه خرج كلكو سيمين هادي كيحتوي على عامين في الاخر، اللي عامين ديال لي كلينيك ديال روتاسيون كلينيك سكي في ديال ستاج، والسيستم اللي حنايا بدينا كنقراو به حتى هو في عامين، غير في سيستم جديد يعني قلصوا لهم مدات ديال التدريس ديال لي موديول ديال كلشي سكيفي، ولاو كيقراو 4 سنين الوغ كو حنايا قرينا بان سيستم اللي كنقراو فيه 5 سنين اي دو زاني ديال لي ستاج. حنايا جينا في واحد الوقيته اللي راه ماشي نقصوا لينا عام ديال القرايه ولا كانت اون ريفورم اللي جديده، ولكن حتى وصلنا قربنا نساليو جو سوي اون سانكيام اني، دونك عندي غير ان سول، عندي دو زاني دو ستاج ولا غادي يكون عندي غير اون سول اني دو ستاج. دونك هنايا كيقيس الجوده ديال التكوين سواء بغينا سواء ما بغيناش، لانه في كاع لي دو سيستيم حنايا جينا في اون بيريود دو ترانزيسيون اللي ما غاديش تعاوننا وما غاديش تعاون المريض المغربي فين غادي يدير. وثاني نقطه اللي هما الممثلين ديالنا اللي هما دي زيتوديون بحالنا بحالهم، حنايا اللي طلبناهم انهم يمثلونا في كاع هذوك الامور الخارجيه ديال حقوق الطلبه وكل شيء، دونك باش ما نبقاوش نمشيو كاملين كنهضروا مع الوزاره كيمشيو الطلبه الممثلين ديالنا باش انهم يهضروا سكيفيه. الممثلين ما كيكونوش غير ممثلين، هما راهم طلبه قبل ما يكونوا ممثلين، يعني الحقوق ديالهم كيبقاو حقوق طلابيه، فما يمكنش نعاملهم على اساس انهم مجرمين ويتم الاعتقال ديالهم، يتم الطرد ديالهم من الكليات، لانهم هما طلبه بحالنا بحالهم من خير ما انجب هذا الوطن. وفي الاخير حنايا في الاخير ديال الدراسه ديالنا كنلقاو القسم على صيانه وصون الكرامه الانسانيه وكرامه المريض المغربي، فمن يصون كرامه هؤلاء الطلاب
والحاجه الوحيده اللي كنا كنعرفوها من الصغر هي نقراو، فحتى اللي قرا في الحقيقه ما تندموش علاش قرا وعلاش كان كيدير هادشي كامل. شكرا. بغدادي محمد عبد الخالق، أبلي طالبة سنة أولى طب بكلية الرباط. يجي هذا الإنزال اليوم كمحطة من هذه المحطات، ونتمنوا اللي يكون هو محطة أخيرة إن شاء الله، نتمنوا على يكون محطة أخيرة لهذا النضال ديال الطلبة. وكنتمنوا وكنعاود كنقول نتمنوا بأنه هذا المشكل اللي تطرح هذه 10 شهور يمكن نقولوا راه حل الوقت ديالو باش ينتهي. وكنطالبوا من السيد الوزير محترم، وكنعاودوا نقولوا السيد الوزير هذا الملف راه طال، وهذا الملف راه كيشوه لنا الصوره ديالنا حنا كمجتمع مغربي، لانه حنا بنينا بزاف ديال المسائل ما نبغيوش اننا نتراجعوا عليها. وانت كسياسي والسياسي الدور ديالو هو حل المشاكل، سياسي حل المشاكل ماشي عقدها. انا اما الجانب التقني انا ما يمكنليش ناخذ فيه، يعني تجلس مع الطلبه هل اللي كاين هل اللي ما كاين. والطلبه الان كيقول لك حنا ماشي ضد هذا الاصلاح، ماشي ضد الاصلاح، ماشي ضد 6 سنين، ماشي ضد 6 سنين. الطلبه ما كيقولكش حنا ماشي ضد 6 سنين، غير ضد هذه الفئه ديال من السنه الاولى للسنه الخامسه ما يطبقش عليهم واحد النظام اللي هو لحد الساعة ما خرجش. أنا عندي البنت ديالي كتقول لي حنا دخلنا نقراو على النظام ديال 7 سنين، النظام ديال 7 سنين، إلى يومنا هذا النظام ديال 7 سنين، ما تجيش آخر لحظة ونقول لهم كذا كذا. وحنايا الأبناء ديالنا راه المقر ديالهم هو الكلية، هو الكلية. حنا راه ما كان يعني ما تكرفسنا عليهم، وكنعاونوهم وكنضحيو بكل شيء الا من اجل باش يكونوا في المستوى البلاد بالدرجه الاولى. وانا كعاب انا راه ضد الهجره، ضد الهجره. انا ولو يكون عندها دابا لابورس انا ما نسمحش ليها، ما نسمحش ليها. انا كنبغيها تقرا هنا في المغرب وتبقى وتخدم، وداك الشيء اللي عطينا حنا وعطاو والدينا لهذ البلاد نبغيو ولادنا حنا يعطيوه، ونبغيو ديما ديك الرابطه القويه تبقى بين الولد والبنت والبلاد ديالهم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.